دي أول مرة عملنا في الضرب الأحمر، وبدأنا من 4 رمضان لمدة 5 أيام في بيت يكن الأثري. عاوز أقول لك الجمهور بتاع الضرب الأحمر جمهور راقي جدا، يعني كانوا بيستقبلونا من الحارة، شاركوا معنا في التنظيم، جمهور فاهم وواعي، وكان في تدفق فعل جماهيري وإعلامي كمان كبير جدا. خلصنا ال5 أيام، انتقلت إلى الحسين، يعني من حي الضرب الأحمر للحسين، عملت 3 ليالي في قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة، ثم إلى السيدة زينب بيت السناري، وحنقدمنا 8 أيام. النهاردة ده الختام الحقيقة، تدفق جماهيري يعني رائع جدا السنة دي، إعلامي على مستوى عالي جدا، الجمهور متعطشة للفن الراقي، وأنا براهن على الجمهور لأن الجمهور ذواق. المسألة مش جمهور عاوز كده، الجمهور بيبحث دايما على المنتج الثقافي الحقيقي. الفرق طبعا أنا بختارها حسب تميزها، يعني احنا عندنا في ليالي المقامات الروحية من الاسم فرقة، بختار فرق سماع، يعني فرقة تقدم الإنشاد بأشكال مختلفة، فاخترت فرق زي فرقة طبعا سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، فرقة دولية ومعروفة جدا ولفت العالم وأنا اللي أسستها كمان، وفي نفس الوقت عندنا أول فرقة للسيدات بنات الحور ومن سوريا، وعندنا كمان من إندونيسيا ومن فلسطين، منشد مهم جدا الحقيقة اسمه مصطفى الكفرنة، قدم شغل كويس قوي، مع أيضا فرقة فلسطين للفنون الشعبية فرقة فلوجة، هي عملت شغل رائع والجمهور تعاطف معاها جامد جدا الحقيقة. طبعاً أوركسترا من البرامج الصغيرة دي حاجة جميلة جداً ومميزة جداً ونادرة، يعني مش موجودة الحقيقة. احنا اكتشفنا الفرقة دي، عرفنا ان هم بيجوا من بورسعيد، احنا قدمناهم دكتور انتصار قدمهم في مركز إبداع قبة الغوري لأول مرة، وبعد كده قدمناهم في مهرجان الطبول 2 سنين ورا بعض أو 3 سنين ورا بعض على التوالي، والسنة دي بنستضيفهم أيضاً في ليالي المقامات الروحية، وخليناهم هم بمثابة الختام في بيت السناري. طبعا ليلة المقامات الروحية رؤية فنية، ورئيسها الفنان انتصار عبد الفتاح صاحب الفكرة، ودي الدورة 7. الحقيقة احنا عملنا قبل كده في أماكن عديدة، ودكتور انتصار الحقيقة بيختار الأماكن الأثرية وأيضا الأماكن الشعبية، يعني بننزل في وسط المناطق اللي هي إلى حد كبير مش متصلة بالفن وبالثقافة، فازاي نقدر ننزل هذه المناطق وتقدم لها هذه الفعاليات، فدي حاجة مميزة جدا الحقيقة. وحاجة والسنة دي الحقيقة كانت دورة متميزة جدا على كل المستويات. أول ما قدمنا في بيت يكن في الضرب الأحمر، ولقت يعني إقبال جماهيري كبير جدا من هذه المنطقة الشعبية الجميلة، وعايزة أقول لك إن الجمهور هناك ذواق جدا ومنصت جدا ومتفاعل الحقيقة. المناطق دي اكتشاف يعني، وإزاي تنزلي بهذه الفعاليات كخدمة ثقافية من غير مقابل، وبحيث أنك تدي فرصة لأكبر عدد ممكن أن هو يسمع ويتلقى هذه الفنون الرفيعة. والحقيقة احنا بنختار كمان فنون رفيعة جدا، مش مسألة أن عشان منطقة شعبية فبنقوم نقدم أي حاجة وخلاص، لا بالعكس. الفنان انتصار عبد الفتاح عامل برنامج رائع ومنتقى، يعني فرق منتقى حقيقي، من بداية فرق السماع الإنشاد والطبول النوبية والآلات الشعبية، الفنانة منال محي الدين والهارب، الفنان حسن شرارة والسداسي شرارة، الفنانة داليا عبد الوهاب والطرب الأصيل، الحقيقة برنامج، والفنانة رانيا يحيى والفلوت، يعني عايزة أقول لحضرتك برنامج متنوع جدا، وفلسطين وطبلة الست، الحقيقة كل أنواع الفنون والفرق كمان المتميزة جدا في كل نوع من هذه الفنون.
احنا اوركسترا الانامل الصغيره، اوركسترا انا عن نفسي بتشرف ان انا ابن من ابناء الشباب والرياضه. احنا فرقه في بنمثل بورسعيد في مسابقات وزاره الشباب والرياضه في الطلايع، والحمد لله حصلنا في الفتره الاخيره على المراكز الاولى. احنا هنا الفكره جات لي اساسا من حوالي سنه 2014، بدات بمجموعه اصغر من كده في الشباب والرياضه. الاعمار بتاعتنا بتبدا من اول 6 سنين لحد 18 سنه، فالمجموعه اللي معايا طبعا دي بتتغير كل شويه، بتلاقي المجموعه بتكبر فبيجي لي اخواتهم اصحابهم، باستمرار المجموعه بتتغير. الجيل معايا ده الجيل معايا الجيل الثالث، بدات الموضوع من اول 2014. هتبص تلاقي الفرقه عندي كلها اغلبها اخوات وجيران واصحاب. هو بصراحه كان مفاجاه من لينا من دكتور انتصار ان هو يقول لنا على مكان زي كده واحتفاليه زي كده. ده كان حاجه صعبه عندنا في اطار ان احنا بنعمل ثقافه، يعني بحاول ارفع انا ثقافه الطفل. فازاي ان انا اجي اعرف الاطفال كمان يعني ايه اسمها المقامات الروحيه، يعني ايه نسمع حتى نرى ونرى حتى نسمع، يعني ايه نيجي في بيت عظيم زي ده. زي ما انت شايف الاعمار اللي معانا كلهم اعمار في الظهور، فالسن ده صعب يعني ما جاش الاماكن دي. احنا برضو في بورسعيد الاماكن دي كلها بتبقى ما بين القاهره واسكندريه، فهم طبعا كانوا فرحانين جدا، تجربه جديده عليهم وعليا انا كمان شخصيا، ويا رب نكون قدها. أنا بدأت أعمل حفلات، فدكتور راجي شافني فبدأ ياخدني معاه في الفرقة. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبنقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبنقدم أحلى فرحة معاها متمسة. يا ليل طول شوية عصوح بالحلوة دي، يا ليل طول شوية عصوح بالحلوة دي. دي ده الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا الغالي، علينا غالي ده الغالي علينا غالي، والعمر حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله لبنا كويسة. بصراحة جميلة، بصراحة يعني حاسة كده بروحية رمضان، يعني حاجة فعلا تفرح ما شاء الله، جميلة قوي. بصراحة أنا أول مرة أحضر حفلة في بيت السناري، وما كنتش متوقعة خالص إن الأجواء جميلة جدا، وبجد أنا ندمانة إن أنا ما حضرتش من أول الحفلة ما بدأت من 13 رمضان، ما كنتش أعرف إن هي بدأت أصلا. أنا النهاردة آخر يوم، فبجد أجواء جميلة جدا بصراحة، وبحييهم جدا على الأجواء ديت وعلى التنظيم بتاع الحفلة، والناس كلها مبسوطة، وحتى الأغاني كلها مختارينها بعناية. ده كان عنوان حفل ختام ليالي المقامات الروحيه، واللي بيقدمه فرقه الانامل الصغيره. عاملين حاله غير طبيعيه، مجرد ما بيقفوا على المسرح بتحولوا فنانين كبار ملهمش زي. من راشد تن تي في.